طيب احنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه معانا اسم كبير جدا في عالم الكره الايطاليه، ماركو تارديلي، واحد من نجوم طبعا المنتخب الايطالي اللي حققوا كاس العالم. واعتقد كمان اهميه اللقاء كانت يعني مرتبطه بتوليه الفتره اللي تولى فيها مسؤوليه مدير فني لمنتخب مصر. ماركو تارديلي بشكرك جدا على ظهورك معانا على شاشه الاهلي، واهلا بيك في السادسه. مساء الخير على الجميع ومساء الخير على جمهور الاهلي، واريد ان اهنئ الاهلي بفوزه بدوري ابطال افريقيا. لقد علمت ان الامس الامر قام الاهلي بتدشين النجمه العاشره على التيشيرت التاريخي للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. خليني بدايه